اكيد كان في رهبه انك موجود في النادي الاهلي، كنت متعود دايما تكون موجود في المعايي وسط اهلك وسط حتتك، لكن وجودك في النادي الاهلي في المقر نفسه الرئيسي، هل ده كان في شويه رهبه وخوف في الاول، ولا كابتن حسام كان حاطط في دماغه ان انا مش طالع من الملعب غير لما اكون واحد من صفوف لعيبه النادي الاهلي؟ لا انا قلت انا هنجح، يعني انا قلت يعني لا الحمد لله ان شاء الله بعون الله انا هنجح، يعني انا مش هينفع اروح المره الثالثه وما اقبلش او ما انجحش، لا. فانا قلت حطيت في دماغي وكان عندي ثقه في ربنا ويقين ان انا هروح هناك وهقبل، وده اللي انا عملته الحمد لله. بس كان انت عارف برضو يعني انت داخل النادي الاهلي رهبة كبيرة قوي، انت شايف النجوم اللي انت كنت تتفرج عليهم زمان، كان في تحت اللي ماسكين الناشئين كان ناس كبار جدا، يعني عشان ما انساش حد، مش هقول اسماء، بس ناس كبار وناس عظام جدا كنت بتفرج عليهم في التلفزيون، فاللي انت تتفرج يعني تبقى موجود معاهم حتى لو هم بيتفرجوا عليك، دي طبعا رهبة وكان خوف. بس انا كان الحمد لله زي ما قلت لك كان عندي اصرار ويقين ان انا هقبل في النادي الاهلي والحمد لله. اول مدرب ضرب الكابتن